هل غرب حوالي الأسمر ضن حالي وإن كان حبيبي خطر بالله ارحمه حالي حالي سوى هالقلب يا حلوي معنا حرام يضل عفراقك معنا قلب حيران قلب حيران حيران يتنهر معنا يشفي وحدة طردول الغياب يا 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 حميد بيا يا بيا يا بيا يا أمير أنت عم تثبت إنه الأرض
يلي فيها خير. الأرض اللي فيها خير لو قد ما أجى عليها مصايب وويلات رح تضل تزهر ويفتح فيها فلسطين. تحيا فلسطين. ويفتح فيها ورد حلو مثل صوتك. تحية لفلسطين يلي كان عنده من أحلى الأصوات بهالموسم. وأمير ونص. شكرا نانسي. وائل اتفضل. شو بدي اقول لك؟ بدي اقول لك انه انت بحق لك تفتخر بموهبتك وبصوتك وببلدك. امير، بس عندي نصيحه وحده لك. اوعى الغرور، هيدا اهم شيء. الغرور ممكن يدمر كل شيء عملته بحياتك. حرام هالموهبة ما تسألها وتشتغل عليها بكل تواضع، لأنه كل الناس بتحبك وكل الناس عشقتك وعندك موهبة. اسم الله حولك، يعني الله يخليك ويخلي هالموهبة. موفق، رائع رائع، ممتاز. باباش بدي لك شكرا. وين أحلام؟ تفضل. أول شيء هذا أمير ولدي. وانت تستحق تكون امير طبيعي. وانت اخاف اقول لك كلمه واجيب العيد، بس معلي اصبروا علي شوي. انت استاذ وانت بتغني، وما زلت انا كان نفسي اسمعك وانت تنشز عشان اعلق عليك، لكن انا والجمهور بدنا نوقف ونصقف لك ونحييك ونقول لك احسنت. شكرا للجمهور، شكرا لكم. ومو غريبه عليهم عيال فلسطين. شكرا احلام. حسن اتفضل. تفضل يا حسن. تستحق. اولا امير، انا هدي لك لقب، انا هسميك الساحر. وهقول لك ليه انا هسميك الساحر، لان انت كل حلقه بتطلع مفاجاه جديده، عارف، بتطلعها من الساحر، يطلع من كمام وكذا. انت فنيا ساحر، كل حلقه بتطلع حاجه جديده بتورينا ان انت عندك حاجه احنا مش عارفين ان هي موجوده عندك. انت، انا قلت لك قبل كده، انت كامل فنيا. انا وانا بتفرج عليك النهارده اتنقلت من مرحله ان انا قاعد في برنامج بقيم شخص لمتفرج في كونسرت معمول 100% بستمتع زي الجمهور. كل حاجه مظبوطه، غنى مظبوط، انت واقف وقفتك على المسرح وعلاقتك مع الجمهور مظبوطه، في انتراكشن مع الناس، مفيش حاجه ممكن الواحد يعلق عليها غير ان هو يستمتع. الحاجه الاخيره، كان في ظاهره وقت عساف، مش ظاهره، حاجه جميله، كانوا بيقولوا التلفزيونات اللي في الشوارع في فلسطين وقاعدين. انا اعتقد الظاهره دي هتبقى موجوده في الوطن العربي كله، الناس كلها قاعده بتتفرج عليك، وزي ماتش الكوره بالظبط، ان انت لو كسبت هتبقى مكسب للوطن العربي كله. جود لك. الشهاده بعتز فيها منكم، فنانين كبار، انتم مدارس، انتم قدوتي. شكرا لجنة التحكيم. المشاركين الخمسه كلهم اصوات حلوه، وامير واحد منهم، وكل مره بيعجب اللجنه وجمهوره بيزيد بفضل الاغاني اللي بيختارها. اكيد بقيتوا حافظين رقم التصويت الخاص بيه، وهو 2.